من جديد، مشروع الصد الأخضر يعود للواجهة عقب سنوات من التجميد. مشروع رغم قدم فكرته إلا أن مساعي إعادة إحيائه اليوم تأتي لإحداث توازن أيكولوجي من خلال توسيع المساحة المستهدفة من 3 إلى 4 ملايير هكتار. طبعاً على مستوى السد الأخضر استراتيجية كبيرة، يعني البرنامج هو إعادة تأهيل السد الأخضر وإعادة تأهيله، ووضع برنامج يعني كبير طبعاً، وهذا بإدماج الساكنة حالياً، يعني ليس باش يكون فقط يعني تدخل الدولة، فقط يكون تدخل الدولة ولكن بعملية تشجير. عملية تشجير وحدها لا تكفي إذا لم يكن هناك إدماج السكان المنطقة هذه. لاحظنا الآن من سنة 70 إلى وقتنا هذا، الآن السكان انتصروا وتكاثروا وموجودين في المناطق هذه، يجب إدماجهم بعدة برامج، ومنها البرنامج تاع غرس الأشجار المثمرة. إعادة بعث هذا المشروع يأتي في وقت تتضافر فيه الجهود لحماية الغطاء النباتي وإنشاء محميات فلاحية ورعوية لتنمية المناطق النائية وفك العزلة عنها. مشروع الصد الأخضر الذي راوح مكانه لعدة سنوات، إعادة بعثه اليوم من شأنه أن يكون إضافة حقيقية للقطاع الفلاحي وحتى البيئي.